رسميات، انتم اللي اول مره كذا تجتمعون في شاشه ام بي سي وام بي سي العراق، اهلا وسهلا فيكم البرنامج. ايش رانيا ما بتحب الظهور ولا ايش الموضوع بالضبط؟ لا انا ممكن ابقى خجوله شويه، يعني ما اقدرش اطلع على الهواء، خجوله شويه. يا سلام. فواحده واحده بقى ايه كذا احب 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 واحده عليا. يعني اول مره تطلعين على الهواء؟ اول مره. شفتوا بقى والله عندنا في البيت عشان تعرفوا انتم غاليين قوي. يعني حبيبتي رانيا نورتينا يا حبيبتي. على فكره احنا دائما نقول للناس اصدقائنا اللي يجونا يزورونا، هذا ما هو برنامج، هذا عندنا في البيت نستقبل اصدقائنا الناس الجميلين مثلكم وشرواكم، نجلس وندردش ونتكلم ونرغي ونضحك ونلعب كله. يلا فما فيش، ما تخافيش، احنا معاكي يا ستان، معاكي احنا بيت اخواتنا. طبعا بالضبط، بس كده. طبعا الله يحييكم، حورتوني يا جماعه الخير. كذا عندي سؤال حشري بصراحه، دائما اساله للضيوف اللي دائما يجون. مرتاح لك يعني؟ لا علشان يلابس الدقله. طب احنا هنروح بس مشوار ونيجي خمس. لا 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 مشوار قبل المشوار. طبعا رانيا، اول ما شفتي ماجد لاول مره كيف، ايش قال لك قلبك اول ما شفتي يعني اللحظات الشاعريه الجميله هذه الرومانسيه؟ لا هو انا بتجمعني بماجد علاقه اسريه. أيوة. هو صاحب ابن خالتي قوي، فكنت دايما بشوفه في افراح العيله في مناسبات، وانا على طول عمري بحبه جدا كفنان، وافضل قاعده بقى كده قدام التلفزيون واتفرج، واهلي واخدين بالهم ان في حاجه. واي مسلسل ليه اقعد انا بقى كده واسرح لوحدي، واول واحده قاعده كده قدام التلفزيون. والله بجد الله الله الله. ماما بقى واخواتي يقعدوا بقى يغمزوا بعض وكانوا حاسين اهلي كده. بس فطبعا كان اول ما يجي مثلا يقول في فرح في العيله، انا بقى مش شايفه قدامي غير ان ماجد جاي الفرح. انا مش شايفه اي حد بقى تاني في الفرح، حتى مش شايفه العروس ولا العريس. هلبس ايه؟ همشي شعري ازاي عشان يعجبه؟ ونيجي بقى في الفرح مش تقريبا، هو انا مش شايفه حد غيره. الله. اقول بقى دي لا قولي كل حاجه، بيت اخواتك، ما حدش يشوفنا غيرنا. اشوفه فين؟ هو واقف وتلاقيني رايحه قدامه اقعد ارقص بقى وحركاته بتاع، عايزه بقى يعني الفت نظره بقى. حاسه فيك يا اختي. بس هو كان دايما كل ما يشوفني يقوم قال لي انا هتجوزك. وانا اقول ايه ده بيتكلم جد ولا بيهزر؟ قسما بالله ده اكيد قالها 50 واحده قبلي. يعني ايش اللي ايش اللي خلاك تحس ان هي الزوجه، هي صح؟ ما اعرفش، احساس من ربنا. حتى دايما يعني اقول لها، مش حتى انا بقول لحماده، ده صديق عمري اللي هو ابن خالتها، يعني قريبين مع بعض، يعني احنا من نفس البلد اللي هي طنطا. اوكي. فلما رنا بدا يعني تشد عودها وكده وكبرت، فاقول لهم ابص لها اقول لها على فكره انا هتجوزك في يوم من الايام. خلاص ارمي الجمله واغيب، ممكن سنه شهر شهرين، تيجي فرح في العيله اضطر اسافر، فطبعا يشوفني يقول لي كده نفسها بقى. فهي اللي هو طبعا امتى بقى نتجوز، عارفه ازاي؟ بحسها طبعا يعني. فدايما انا اقول لها الجمله دي، وبعدين نسيت خالص الموضوع واختفينا عن بعض فتره طويله. كملي انت. اختفينا فتره طويله قوي لحد ما جه عيد ميلاد ولاده احمد وماهي. فجي حماده، جه حماده ابن خالتي، انا رايحه عيد ميلاد ولاد ماجد، تيجي؟ طبعا اجي. تقريبا كان بقى لنا 4 سنين ما شفناش بعض. بالظبط. رحت بقى طولت بقى كده وترعرعت كده يعني. فهو اول ما شافني قال له مين دي؟ اكمل انا بقى. يلا. انا اتخضيت. الله. فرحت لحماده قلت له مين دي؟ قال لي رنا. قلت له دي رنا؟ قال لي قلت له ايه ده؟ قال لي لا بس حاسب، انا خلاص خطبتها. قلت له لا خطبت. هو بيغيظ والله. لا هو بيغيظ، بقول لك شيء عمري يعني. قلت له لا خطبتها انا هتجوزها. انت خطبتها انا هتجوزها؟ يقول لي ازاي؟ بقول لك انا خطبتها والله العظيم. قلت له اقسم بالله لا اتجوزها يعني. وبدانا ايه من هنا بقى. فدخلت قلت لها انت اتخطبتي لحماده؟ هو كان قايل لها. قالت لي بصراحه قلت لها برضه هتجوزك تعالي. شدتها كده وقفنا اتصورنا مع بعض ومسكتها كده. بس انا طبعا بقى وبدات الشراره، قعدت بقى بحلم على الماسكه دي والحضن ده. طب عايز اقول لك على حاجه، احنا اسرع جوازه حصلت في العالم. بسم الله ما شاء الله. فاكره مثلا رشدي اباظه في الزوجه 13؟ الله. كتب الله. مش عارف خطب في اسكندريه، كتب كتابه في دمنهور، دخل في طنطا طلق مش عارف ايه. فاكره الفيلم يعني؟ هي شاديه دلوقتي. لا شاديه. هي شاديه بالظبط كده خلاص. فانا بالظبط كان يوم جمعه اتفقنا، اتفقت مع الدكتور عطية الله يرحمه، يعني والدها، وقرينا الفاتحة وعملنا خطوبة بعدها
الجمعه اللي بعدها كتبنا كتاب الجمعه اللي بعدها دخلنا الجمعه اللي بعدها ما شاء الله في غضون شهر اسرع من كده ما انا لازم طبعا خير البر عاجلة ممكن تغير رايها طبقوها ممكن تغير رايها لا وممكن حماده يعني يرجع تاني صح ليش يا حماده ليش يا حماده احنا بنسلم عليك بس لا يا حماده ده نصيب يا حماده لا خلاص خلاص ما فيش حماده خلاص